أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من نام ليلة الشك ونوى إن كان من رمضان فهو صائم، هل تصح نيته وصومه أم لا بد من القضاء؟ لا، ما يصلح هذا. نص الفقهاء على أنه إذا قال إن كان قال أنا بصوم الليلة، فإن كان من رمضان فهو من رمضان، وإلا فهو تطوع. نص الفقهاء على أن هذا لا يجزي عن الفرض، لا يجزي عن الفرض. وإن قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، كذا قالوا، لأن النية يشترط فيها الجزم، ما يكون فيها تردد. نعم.